الحقيقة ما تخافش على الأهلي، طول ما أنت شايف حجم هذا الإنجاز اللي بيشتغله كل دولاب العمل التنفيذي والاستراتيجي في النادي الأهلي على هذا النسق اللي بيبهر الحضور والضيوف وبيطمن النادي الأهلي دايما وجماهيره على هذا الكيان اللي بيفخر به الجميع. لكن في هذه الفترة التركيز يزداد أمام بالوزداد. مباراة الجمعة مباراة مهمة، البعثة وصلت امبارح، الفريق اتمرن النهاردة، كل ما هو حول البعثة أعتقد من المهم جدا يكون معانا رئيس البعثة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ محمد الجرحي. أستاذ محمد مساء الخير، تحيات وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير كابتن عدلي. وحشنا يا ريس والمشاهدين، وندعو لك ولفريقك ولبعثتك بكل التوفيق باذن الله، وتشرفوا النادي الاهلي كالعاده يعني. ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره باذن الله. طمنا على الاجواء عندك قبل المباراه والترتيبات ماشيه ازاي وحاله الفريق. في طبعا يعني احنا امبارح وصلنا امبارح بالليل على طياره خاصه من مصر، وصلنا هنا الاستقبال كان اكثر من رائع، يعني العلاقات اللي بيننا وبين الانديه الجزائريه النادي الاهلي بناها خلال الفتره اللي فاتت كلها مبنيه على الاخوه وعلى الود، والاستقبال كان ودود جدا، وجينا الفندق اللعيبه دخلت اتعشت، وبعد كده النهارده الصبح كان الاجتماع الفني، ويمكن يعني اتفقنا على معظم الحاجات اللي تخص المباراه، التذاكر، اللبس اللي هنلبسه، يمكن الاهلي هيرتدي بكره لبس اسود في اسود، والتذاكر اخذنا جزء، سلمنا جزء للسفاره المصريه هنا وفي تنسيق كامل مع السفاره، والسفاره نزلت اعلان على صفحتها لكل الجاليه المصريه اللي موجوده هنا، وبدات الناس فعليا تستلم من النهارده التذاكر النهارده وبكره، ويعني الاجواء كلها ماشيه بشكل منضبط. المؤتمر الصحفي النهارده وبعدها رحنا التمرين، في تركيز جدا من اللاعبين ومن الجهاز الفني، وربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. الجو والمناخ زي مصر ولا اكثر حراره ولا بروده؟ الجو هنا يعني حبه حر وحبه برد، بس واحنا في الملعب كان الجو برد جدا. مفيش امطار مش كده؟ اعتقد ان بكره وكمان بكره هيبقى في مطره كمان، اعتقد هيبقى في برد ومطر في وقت الماتش. طيب السفاره طبعا دورها السفير مختار وليده جهودها مع البعثه اخبارها ايه؟ لا معالي السفير متواجد معانا من اول ما وصلنا في المطار، وجي معانا على الفندق وقعدت انا وهو رتبنا المده كلها مع بعضنا، والنهارده كان موجود معانا في التمرين، ويمكن يعني احنا يعني شويه وهنروح كمان معالي السفير داعينا انا والاستاذ طارق قنديل على العشاء عنده في المنزل. طب الاستاذ طارق قنديل خد العجوه معاه ولا نسيها؟ لا هو معتمد على البلح هنا، البلح هنا مميز. اه ده صحيح، ده رايح يبيع ميه في حاره السقايين. ايوه هنا البلح مميز الصراحه. صحيح. طيب الحاله المعنويه للعيبه زي ما انت شايفها من خلال التمرين، الشكل المعنوي اخباره ايه؟ لا في لاف النادي الاهلي احنا بنروح اي مكان سواء داخل ارضنا او خارج ارضنا، احنا بنلعب على الفوز، في تركيز جامد من اللعيبه، وفي الاخر خلاص ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره بتوفيق، ان شاء الله نرجع بثلاثه نقط ان شاء الله. الجانب الجزائري في تواصل معاه مسؤولي بالوزداد، في حد متواصل معاكم؟ كان موجودين في المطار، وزي ما قلت في الاول الناس بتتعامل بمنتهى الود، وكان موجودين معنا النهارده في الملعب، اي حاجه بنطلبها بيلبوها. طيب عندك اي حاجه تحب ان غير ان احنا ندعي لكم طبعا كلنا ونتمنى لكم كل التوفيق، عايز تقول لنا حاجة؟ الجالية المصرية هناك لو عايزة تاخد تذاكر يتواصلوا ازاي يا سيادة النائب؟ احنا يعني احنا محتاجين كل الجالية اللي موجودة هنا تتواصل مع السفارة، في الأخير خالص احنا يعني فريق شباب بالذات فريق قوي فريق محترم، وهو كان موجود في دوري الأبطال آخر 4 سنين، فاحنا قدام فريق كبير، فاحنا محتاجين دعم جماهيري يكون
يكون متواجد. احنا سلمنا التذاكر للسفاره وهم بعتوها على جروبات الواتساب ونزلوا على صفحتهم، فاي حد بيروح للسفاره بيستلم التذاكر بشكل مجاني. وفي تسهيلات من السفاره في الموضوع ده، واحنا سلمنا لهم تقريبا 90% من التذاكر، واي حد بيجي لنا الفندق برضه بنسلمه تذاكر. يعني في مجموعه جت الفندق من شويه وسلمناها تذاكر برضه. ان شاء الله العوده بعد المباراه مباشره ولا في اليوم التالي؟ العوده بعد المباراه مباشره، هيطلع من المطار على من الاستاد على المطار. ان شاء الله بالسلامه وبالتوفيق باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ محمد الجارحي، عضو مجلس اداره النادي ورئيس البعثه في الجزائر، واعتقد الحاله